السؤال الثاني، إخراج زكاة الفطر تنتهي قبل الصلاة؟ زكاة الفطر يستحب أن تخرج قبل صلاة العيد، ولكن وقتها النهائي عند جماهير العلماء بغروب شمس يوم العيد، وهذا رأي الأئمة الأربعة. أما الحديث الذي فيه من أخرجها بعد الصلاة في صدقة من الصدقات لا يثبت مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يثبت مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين.